التحية كل التحية لروح القائد الخالد أبو عمار، وأنا أقول له في هذه المناسبة وبعد هذه الجولة أنم هنيئاً طيب الخاطر يا أبو عمار، لقد قضيت وأنت تحاول أن تعزز قدرات شعبنا القتالية بعد كارين إيه. كارين إيه السفينة المشهورة التي تعرفونها كانت تحمل بعض السلاح، صواريخ جراد وبعض الصواريخ المضادة للدروع وبعض الصواريخ القصيرة، جراد 20 كيلو أو 30 كيلو. حاول أبو عمار أن يعزز قدرة شعبنا على المواجهة والصمود والتحدي، فذهب إلى خيار جلب السلاح ليحدث شيء من النقلة في موازين القوى بيننا وبين الاحتلال. نم قرير العين يا أبو عمار أنت وكل الشهداء، بعد أن أصبح لدى مقاومة شعبك، بعد أن أصبح لدى أبنائك في كتائب الشهيد عز الدين القسام وغيرهم من فصائل المقاومة مئات الصواريخ، ليس جراد 20 كيلو وإنما مئات الصواريخ في الرشقة الواحدة يدكون بها تل أبيب وجوش دان.